تكه بعد ما خلصت بقت بالشكل ده كده، لون ذهبي وشكلها بيلمع. الله الله، هندوها بقى بس من تحت كده. طعمها يا جماعه تحفه وتستها جامد. دجاج التكه على الطريقه الهنديه من الشيف كريشنا الهندي. النهارده احنا هنعمل الدجاج التكه، والشيف الشيف كريشنا هو اللي هيقدمه لنا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. هنعمل الدجاج التكه واسراره مع الشيف الهندي، الشيف الهندي الشيف كريشنا. يلا عم كريشنا. اول ركب هنا. اول حاجه هنحط عندنا الزبادي. استنى، اول حاجه عندنا الزبادي على قد ايه، ربع كيلو كده زبادي. وهنحط عليه الملح، معلقتين ملح، فلفل اسمر، معلقه فلفل اسمر، ايش كزبره، معلقه كزبره، كمون، حبان، ماشي، نص معلقه حبهان مفروم، تشيلي، شطه ولا بابريكا؟ شطه، معلقه شطه، معلقه المعلقه ونص شطه، جوزة الطيب، وجوزة الطيب معلقه جوزة الطيب مفروم، قرفه، ربع معلقه قرفه او نص معلقه، ولون غروب الشمس او اي ايه، لون احمر صناعي، ده اللي بيخليها لنا لونها احمر معانا ذهبي كده. لون احمر. زيت ذرة. يعني ربع كوباية زيت ذرة. كلام. جنزبيل هنركبه في الخلاط. جنزبيل. يعني واحدة جنزبيل كده ايه؟ أكتر. واحدة جنزبيل. أيوه. ثوم. بعدين جنزبيل وثوم. يعني مقدار معلقتين ثوم. أكتر تشيلي. جرين تشيلي. وبعدين فلفل حار. فلفل حار. الجنزبيل والثوم والفلفل الحار هنضربهم الأول ايه؟ في الخلاط. دلوقتي هنحط الفلفل الحار مع الثوم مع الجنزبيل وشويه ميه وشويه زيت عشان يتضرب معانا. نشغل. بس بالشكل ده كده. كده ايه؟ نضرب شويه ينعم. خلاص كده بالشكل ده معانا. هنقلبه بقى على التتبيله ونكمل. وده شكل المزيج بعد ما خلص، الجنزبيل مع الثوم مع الفلفل الحار مع شويه الزيت مع شويه الميه، هيبقى معانا بالشكل ده. هنرجع نكمل بقى التابله. ناقص بس الخل. ماشي. معلقتين خل، ليمون، وعندنا الليمون، عصير ليمونه، عصير ليمون. يبقى المكونات تاني: فلفل اسمر، كزبره، كمون، جوزة الطيب، حبهان مفروم، شطه، لون الاحمر اللي هو لون غروب الشمس، وقرفة وليمون وخل وملح. وعندنا المزيج اللي احنا عملناه، الجنزبيل مع التوم مع الفلفل الحار. ماشي، كمل عم كريشنا. هننزل المزيج. ماشي كافي. نزلنا احنا المزيج، الجنزبيل مع التوم، هنقلبه. ودي شكل الطبلة بتاعت التكة
دجاج التكة مش شيف هندي، مش شيف كريشنا الهندي. هنشيك كده على التست. مظبوط 100 100. خلاص هنجهز بقى الدجاج، هنقطع الدجاج التكة، هنوريكم ازاي ايه يتقطع معانا. وهنوريكم دلوقتي هنقطع الدجاج التكة ازاي. طبعا الدجاج التكة بالعظم، بالعظم هنعمله بالعظم. دول دجاجتين فرختين وحجمهم صغير. هنبتدي بقى نقطع، نقطعها، هنقطع ايه الجوانح، حتتين اللي قدام، بعدين من عند الصدر كده هنقطع من عند الصدر، هنفتحها من هنفتحها من عند الصدر ونشيل الجلد بتاعها. هنشيل الجلد بتاعها بعد كده عند عند الجناح. الجناح دوت كده هنفتحه عشان الحته دي ما بتستويش في النار. ايوه، وهنفتح من عند الصدر فتحتين كده، هنتاكد ان هي ايه هتستوي معانا بسرعه. وعند الجناح التاني برضو هنفتح. اي مفصل لازم ايه نقطع من عنده ونفتح، والصدر منه تخين لازم نفتحه فتحتين. بعدين نضغط عليها على الوركين ونفتح برضو من المفاصل عند الوركين عند الدبوس بالشكل ده، من جميع الجوانب نفتحها عند المفاصل. تمام، هتبقى معانا بالشكل ده كده. كده خلاص. ودي الدجاج بعد ما خلاص خلصناها فتحناها بالشكل دوت. هنعمل ايه يا عم كريشنا تاني؟ سولت هنركب معاها. لازم طبعا نغسلها كويس، لازم الفرخة نغسلها كويس ونصفيها. بعد كده هنركب ملح والدجاج والبيست اللي احنا عملناه، المزاج اللي احنا عملناه، فلفل حر والجنزبيل والثوم. هنحط الاول بالشكل ده، حطينا الملح والمزيج بتاعنا الجنزبيل والفلفل الحار والثوم. أيوة. ماشي. بعد كده ميكس هنقلبه، هنقلبه مع بعضه بالشكل ده. هنلاقي ريحة الجنزبيل والفلفل الحار والثوم هتدخل في قلب الفراخ، يعني مش محتاجة تابلة، هي كده مش محتاجة تابلة اصلا، هتدي ريحة حلوة قوي. ماشي. بعدين المزيج بتاعنا هنتبلها بقى بالمزيج اللي احنا عملناه، تبلة، نقلب التبلة عليها بالشكل ده. تبلناها كويس، هنسيبها كام يا شيف كريشنا؟ لحد كام ساعة؟ 2 ساعة ممكن نركب؟ خلي 2 ساعة؟ ايوه خلي شوية يشتغل هنا عشان التبلة يجي زين. بنخليها نص ساعة، نص ساعة او ساعة عشان ايه تكسب كل الريحة فيها والبهارات وكل حاجة ويمتزج المكونات كلها مع بعض. بنسيبها نص ساعة لساعة كده. نركبها مشوي او لو عندنا فرن تندوري، بس احنا هنركبها فحم هنا ايه مشوي. ودي شكلها بعد ساعة، بعد ما سبناها ساعة في قلب التابلة هنبتدي بقى ايه نشويها. طبعا كل المكونات اتمزجت مع بعض وايه واتجانست مع بعض. هنفردها في الشبكة بالشكل ده كده. هي شكلها اصلا قبل ما تستوي تحفة. هنقفل الشبكة
وهنحطها على الشواية. تاخد قد ايه يا شيف كريشنا على الشواية؟ نص تاخد قد ايه؟ نص ساعة. يعني هتحتاج نار نص ساعة. كل شوية ايه هنقلبها على الجنبين وهوريكم ايه المراحل. ودي شكلها بعد ما قلبناها بالشكل ده، قلبناها على الجنب التاني. ودي شكل التكة هيت قبل المرحلة الأخيرة، لونها ذهبي وشكلها مغري. دي قبل المرحلة الأخيرة، هوريكم بقى المرحلة الأخيرة بتاعتها بعد ما تستوي شكلها يبقى عامل ازاي. وده شكل الدجاج تكة بعد ما خلصت، بقت بالشكل ده كده، لون ذهبي وشكلها بيلمع. هنسرفسها بقى، هنبتدي نسرفسها. هنسرفسها معانا. الله الله. نبتدي بقى نزوقها بصل. الشكل ده الشكل ده الدجاج تكة على الطريقة الهندية من الشيف كريشنا الهندي. استنى ندوقها بقى من تحت كده، من تحت من تحت. هندوقها. نمبر 1 طعمها يا جماعة تحفة وتستها جامد. دجاج التكة على الطريقة الهندية من الشيف كريشنا الهندي. شكرا شيف كريشنا. السلام عليكم. السلام عليكم.